جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجزائر رسالة بعث بها المستمع علي السيد، يقول: أنا شاب في مقتبل العمر وأسأل جمعا من الأسئلة. أولا، ما حكم مسح اليد على الوجه بعد الدعاء؟ نسمع من البعض يقول إن هذا بدعة، والبعض يقول من السنة. ثم أسأل: ما حكم رفع اليد بالدعاء بعد الأذان؟ جزاكم الله خيرا. مسح اليد بالوجه بعد الدعاء ورد فيها بعض أحاديث غير قوية في سندي، ولكن بعض العلماء يرى أن هذه مجموعية تصرف للاحتجاج على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، والبعض الآخر من العلماء يرى أنها لا تصلح للاحتجاج فلا يشرع مسح الوجه باليدين. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع والحمد لله، إن مسح وجهه باليدين بعد الدعاء فذلك لا بأس به، وإن ترك فلا حرج عليه. وأما قضية رفع اليدين بعد الأذان فهذا غير مشروع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد أن من يسمع الأذان يتابع المؤذن ويقول مثل ما تقول في غير الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إذا فرغ المؤذن فإنه يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. هذا هو المشروع بدون أن يرفع يديه.